الفيلم السينمائي مهرت بيسلط خلال الضوء على المعاناة يلي عم بمر فيها عدد من العاملات الأجنبيات بلبنان. فيه مسج عالمية إذا بدك، أنا ما أحب الفيلم يقطع هيك مرور الكرام، ما يكون بقلبه في شيء. هاي الشخصية هي هيك بونبونة الفيلم. شو الرسالة يلي حابه توجهها من خلال هيدا المشهد؟ قانون الأحوال الشخصية بلبنان بده شغل، إذا ما رح ينشغل رح ينفجر فينا كلنا. أصدرت المحكمة العسكرية بلبنان حكمين غيابيين بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك بسبب تمويل بعض الجماعات الإرهابية. لأي درجة بيعتبر أنه بائع الآيس كريم ساعده للانتشار عالمياً؟ الله بعت لي هذا الإنسان لحتى بصراحة أكيد كانت دفشة كتير قوية، مش أنه دفشة يعني، لا دفشة قوية، ما بنكر هذا الشيء. منلاحظ عن فترة الصباح بس نستيقظ أنه في عنا مشكلة، وهي الانتفاخ بمنطقة العينين. السكر الأبيض معقول هو يكون السبب بانتفاخ الجفون والعيون؟ سألناه مقارنة مع السنة الماضية، هل نسبة الطلب على الحبشة العيد هي نفسها؟ حسينا نحن أحلى من السنة الماضية، لأن كل العالم عم تطلع من شيء كنا بوضع، كل البلد دمار وكل شيء، كل العالم عم تطلع لتعيد لتكون مبسوطة. لفت لنا انتباهنا من فترة كتير قصيرة انه في تواجد لعدد من الصفحات على الفيسبوك يلي بتعنى ببيع الاغراض المستعملة. بلشت نزل قصص موجودة عندي بالبيت، قصص استعملتها قصص لا، نزلتها على فيسبوك وانباعت. برنامج من بيروت حاب ياخد رأي العالم حول موضوع إعادة فتح الملاهي الليلية، ولكن شرط انه الرقص ممنوع. القرار يعني مثل كأنه عملوا البتكونية بس عشان الوجهة الإعلامية. يعني إذا بترقص بيجي كورونا، ما بترقص ما في كورونا. عشان بعدهم خايفين من الكورونا، حيلقطوها.